حجازي لما اتصاب في كاس الامم الافريقيه واكرم توفيق لما اتصاب في كاس الامم سافروا مشوا، ليه محمد الشناوي كمل؟ يعني ليه محمد الشناوي رغم الاصابه اللي ما كانتش هتخليه يكمل لكاس الامم الافريقيه، ليه محمد الشناوي كمل مع المنتخب؟ محمد الشناوي اصابته ما كانتش خطيره تحتج عليها، ولكن لما انا قلت لك في الاول ان الولاد دول كانوا على قلب رجل واحد، الشناوي بعزمته ما قدرش يسيب اخوانه وزمايله، كان ليه دور ودور مهم. حاجه دلوقتي بتقولي هو اللي طلب بقائه، هو اللي طلب يكمل. تمام. والجهاز الطبي بذل معاه مجهود كبير جدا، يعني كان نتيجته هو ما لحقش الماتشات بتاعه الانديه، لكن وارد جدا نلاقي الشناوي في ماتش يوم الجمعه. صحيح، وارد جدا. صحيح. ان شاء الله يا رب يكون. لكن هو انا باكد لك انه حجازي والناس الكبيره اللي في المنتخب، الشناوي وحجازي والنني وعلى راسهم طبعا محمد صلاح، تمام، يعني كانوا محتضنين ان اللي لسه بيلعبوا وعبد الله السعيد له دور كبير، وكل دول تحس ان انت بتتعامل مع كتله واحده. تمام. فده التصحيح بتاع الشناوي. عظيم جدا.